انتشرت مقاطع مصورة من تلفزيون النظام السوري عم تظهر للعالم أن مناطقه أفضل من مناطق أوروبا. نحن اليوم في مدينة جسر الشغور لنسأل الناس عن رأيهم بهذا التلفزيون. يعني النظام لم حواليه اللي مثله أمثال. راتب الموظف تقريبا 20 دولار بالشهر، يبوضنا بيشتري له هذا. الشعب هو الكلمة له الشعب. بده خيو يحكي ساي المستحيل الشعب. يعني إعلام كاذب هو، يعني مبين معروف يعني. تعليقي والله الدولار لحاله اللي عنده بيحكي. أنا وأنا من هون من أرض جسر الشغور بقول له إنه هو واحد كذاب. يعني هن الحمد لله نحن لقدام سنة عم نتطور. صحيح نحن ضحينا وتعبنا 12 سنة عم نضحي. إعلام النظام إعلام كاذب مضلل، يعني إعلامه من يومنا بنعرفه كاذب وضلالي، يعني ما في إعلامه ما صادق. الدولار عندنا إلا 7200، الموظف كان راتبه 20 هلا صارت 15. أوه دقمة، أكذب من هيك في العالم كله ما عاد علينا. اللي بيعملوا بروفات وبيعملوا مع جماعته اللي بيعملوا بروفات وكله كذب بكذب، العالم استوت. حجي شو رأيك بإعلام النظام السوري؟ والله إعلام كاذب يا أخوي، كاذب ما عنده مصداقية خالص أبدا. نعم النظام السوري، التلفزيون السوري عم يفرجي العالم انه مناطقه احسن من اوروبا، شو رايك؟ لا بالعكس، عايشين عيش ذل والله يكون بلعون بالعالم هنيك. شو رايك؟ هو اكذب من سالم الكذاب، هو الكذاب والاشر. يعني اذا بيقول الشمس هاليوم بدها تطلع لا صدق انه بدها تطلع. الله لا يوفقه، خرب بيتنا ضرنا ما خلصنا شيء. اشوف روح على بيوت، روح كل شيء منا. الطبخة تبعيتهم تكلفون 100,000، عالم مستوية خالص، لا مازوت لا كهرباء لا ما في شيء خالص. هذا الحكي كله ما مزبوط. عندهم أزمة المازوت، عين طابور عندهم، يعني بيقولوا متوفر المازوت أوروبا وما أوروبا، لكن يا حجي ما شافوا أوروبا. بإذن الله نحن هوني أحسن منهم، وكل شيء الحمد لله متوفر هوني عندنا. مرقت علينا أيام بس الحمد لله قاومنا وتمينا واقفين واجتهدنا وضحينا كتير لأجل هذا العلم. الممثلين موالين للنظام عم يحكوا أنه إعلامهم هو أصدق إعلام بالعالم، شو تعليقك؟ ما بدنا نضحك كتير ضحكني انت بس هيك، يعني لنا 10 سنين على الأحداث ومنعرف كل شيء، يعني وقت ما كنا لسه متظاهرين وكذا نعرف، يعني إعلام كاذب يعني.